بعض الناس يظن أن كلمة سنة يعني على طول معناها مستحبة. يقول اللحية سنة، صح اللحية سنة، لكن السنة أيضا منها ما هو سنة واجبة وسنة مستحبة، والسنة المستحبة منها ما هي سنة مؤكدة ومنها ما سنة غير مؤكدة. فأيضا كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، يعني أصلا السنة معناها الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هو قوله وفعله وتقريره وصفة الخلقية والخلقية. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أوامر على سبيل الإلزام فتسمى واجبات، ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أوامر وترغيبات من غير إلزام فتسمى المستحبات أو المندوبات. واضح؟